سامعني كده؟ ايوه سامع حضرتك. تمام، نبدأ حل التدريبات. نص كن جميلا. لو كنا بدأنا في أسئلة الجماليات، صح؟ يلا يا محمد ابدأ. ماذا؟ اقرأ وقول. ومن بكتاء يفيد استنكار الشكوى بلا سبب. يفيد ايه؟ استنكار ايه؟ الشكوى بلا سبب. استنكار الشكوى، شكوى الشكوى، تمام، بلا سبب. تمام. طب نوع الأسلوب في غرضه، في وغرضه في قوله إيه؟ كيف تغدو إذا غدوت عليلة؟ الأسلوب إيه؟ أسلوب استفهام غرض الاستنكار. الاستنكار. تمام. أنا يلا السؤال اللي بعده. شر الجناس في الأرض نفس تتوقع قبل الرحيل رحيلة. تتوقع قبل الرحيل رحيلة. إيه لا في إيه؟ بما يوحي قوله ده، يوحي بإيه؟ إيه يعني بيدل على إيه؟ يوحي بالخوف والقلق والتشاؤم. والتشاؤم من الموت، من المستقبل. تمام. طيب تنكير، ليه كلمة نفس جاءت نكرة؟ للعموم الشمول. العموم والشمول. طيب الأسلوب في الشطر الثاني، إيه علاقته في الأسلوب اللي بالنوع الأسلوب في الشطر الثاني ووسيلته إيه؟ أسلوب توكيد. أسلوب توكيد. تمام. غرضه سوري، وسيلته لغة تقديم شبه الجملة على المفعول به. أيوة، تقديم شبه الجملة على المفعول به. طبعا قول تاني يا محمد. أنا برضو مؤكد بأن الاتنين مع بعض. فين إن فين؟ لا بص، هو بيقول لك في الشطر التاني، السؤال بيقول لك في الشطر التاني. تمام. الشطر التاني توكيد بتقديم ما حقه التأخير، أو بتقديم شبه الجملة الظرف على المفعول به. نفس تتوقع، أدي تتوقع ده الفعل والفاعل مستتر، توقع إيه؟ الرحيل، الرحيلة الأخيرة دي، ده المفعول به. تمام. لكن لو قالك من البيت كله، في أوله الجملة كلها أو البيت كله أسلوب توكيد، أوله توكيد بإن، إن شر الجنات في الأرض، ده أسلوب إن، وفي آخره الإيه اللي هو بتقديم الجار والمجرور. تمام. السؤال اللي بعده فين تاني؟ أقول أنا تمام. يعني قول يا محمد. وترى الشوك في الورود وتعمى أن ترى فوقها الندى إكليلة. الجمال في قوله. الجمال في قوله ترى فوقها الندى إكليلا، تصوير لغبرات الندى بالتيجان التي تعلو الورود. تمام صح. وقيمة الجمع بين ترى وتعمى، الجمع بينهم في ايه؟ تضاد يوضح المعنى وكده. تمام. وكلمة الشوك قلنا بترمز الى ايه؟ متابع الحياة. تمام. ايه بترمز لايه؟ متاعب الحياة. متابع الحياة. تمام. الجوانب المظلمة في الحياة او متاعب الحياة، كله صح. تمام. يلا هنا. هو عبء هذه على الثقة الحياة. ليه هو عبء؟ أها. تعبير يوحي بالتشاؤم الشديد. أمم
سامعك اهو بس صوتك بعيد شوية. ألو، سامعني كده؟ اه كده تمام. أنا قلت تعبيري يروح بالضيق الشديد من المتشائم. إن المتشائم ده عبء على الحياة، يبقى هو عبء. الجمال في قوله هو عبء، هو هنا تصوير للإنسان المتشائم بأن هو إيه؟ بأن هو عبء على الحياة. تمام؟ تمام. وتعبير صاحبي يدل على اسمه إيه؟ على الضيق اللي بيمر به المتشائم. طيب عبء نكرة بتفيد إيه؟ التحقير. التحقير. تمام. ماشي. وبعد يوحي قوله يظن، يوحي بإيه؟ من يظن الحياة أن ثقيلة، ده تعبير على يوحى بالخطأ ومجاوزة الصواب. مش بالخطأ، هو بالظن، بالشك ممكن، او بالخطأ، هو اللي هو ايه، بيشك في الحياة. أوكي. مستر كان كاتب التقدير، النص بسوء التقدير. ما لسه بقولها، سوء التقدير. تمام. 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 السؤال اللي بعده يا محمد. أبي ما يوحي والذي نكتبه بغير جمال. التعبير يوحي بأن الجمال هو جمال الروح تمام والنفس. تمام وتنكير ماذا تلك تنكر النعم. شيئا؟ العموم والشمول. العموم والشمول. تمام. إيه يلا يا هنا، تمتع بالصبح ما دمت فيه، لا تخفى، لا تخف أن يزول حتى يزول. الغرض من الأمر في تمتع بالصبح النصح والإرشاد. النصح والإرشاد. ماشي. وعلاقة قوله ترى الوجود جميلا بما قبله، لا ايه ده، لا مش عارف كده. أيوة، قيمة الجمع بين دمت ويزول، الجمع بينهما في ايه؟ الغاية هو ايه معنى الكلمتين دول؟ إيه لما يقول لك ايه مثلا؟ قيمة الجمع تضاد. تضاد. تمام. دمت من دوام الحال، الحاجة دايما موجودة على طول، لكن يزول من الزوال، من النهاية، الهلاك. تمام. فالكلمتين عكس بعض في المعنى، يبقى بينهم تضاد، فقيمة الجمع بين دمت ويزول التضاد. طيب السؤال الأخير يا محمد. أيها هذا الشاكي وما بك داؤه، كن جميلا ترى الوجود جميل. من هو الأسلوب في قولي هذا الشاكي؟ أسلوب نداء، غرض الاستنكار، تمام. وعلاقة أو قولك غرض ترى الاستنكار. أوضح علاقة قوله ترى الوجود جميلا بما قبله. نتيجة. نتيجة لما قبله. دايما تعرف كده ان لما يبقى في امر، تمام، او لما بيبقى في امر بنشوف ال ايه جواب الطلب ده، ايه نتيجة الطلب ده، ايه كن جميلا، ايه اللي هيحصل لما هتكون جميل، هترى الوجود جميل. نفس الكلام لما يكون في اسلوب اسمه ايه، اسلوب شرط، الجواب بتاع الشرط ده بيكون ايه، بيكون نتيجة لهذا الشرط. فأي طلب او اي شرط تبص في الايه، الجزء الثاني من الطلب ده، نشوف بعد الطلب ده في ايه، هل في نتيجة لهذا الطلب، او في احيانا بيبقى سبب او تعليل لهذا الطلب. تمام. لو فيها اللام، لام التعليل، تعرف ان هيبقى فيها تعليل على طول. لو لقيت الجملة الثانية اللي بعد الامر فيها لام التعليل، تمام، تعرف ان ده ايه، ده تعليل او نتيجة، سبب ابتدت او سبب او تعليل للايه، بيبقى باين يعني في الجمله، في حاجات كده ايه، بتعرف منها علاقه الجمله ديت بالجمله اللي قبلها. طيب تعالوا نحل الاسئله النموذجيه. يلا يا هنا.
حل على طول. هنا سامعني؟ كده سامعاكي. تمام. المراد بالرحيل اللي هو المراد هيبقى الموت. الموت. تمام. جمع عليل. حلي ألف كلها. تمام. جمع ليل علاء. لا. علاء. تمام. تمام. النداء في والآن. هذا الشاكي غرضه التنبيه. التنبيه. تمام. محمد، رأي الشاعر في الشاكي يرى أنه عبء ثقيل على الحياة. عبء ثقيل على الحياة. تمام. والجمال في ترى الندى فوقها إكليلة. تصوير قدرات الندى بالتيجان التي تعلو البطول. تمام. ماذا يحدث إذا عاش الإنسان بلا أمل أو طموح؟ أنا برضو قول. عاش متشائم طوال حياته. عاش ايه؟ عاش متشائم طوال شيء. حياته. تمام. نقول عاش بأن هو بيعيش بلا أمل وبلا طموح، يعيش متشائم طوال حياته. هنقول إن هو هيعيش بلا روح، يعني لا يرى في الوجود شيء جميل، مش هيشوف حاجة حلوة في الحياة. تمام. طيب. بيعجبني في الكتاب دوت الأسئلة اللي تبقى على جنب دي، فأنا عايزة كل واحد فيكو، لا مش كل واحد فيكو، هو واحد بس. يا هنا، استخرجي لي المنادى مبني. منادى مبني. تمام. هتبقى أي هذا؟ أي هذا الشاكي؟ أنهي فيهم المنادى؟ ده أسلوب النداء اللي عندك. أي هذا الشاكي؟ فين المنادى؟ فين الكلمة اللي همسكها وأقول إن دي منادى؟ هتبقى هذا. هذا. صح صح عندنا أي هذا الشاكي عبارة عن إيه؟ عبارة عن أي اللي هي أداة النداء، وهذا المنادى، والشاكي. أنا بنادي على الشاكي، أنا بنادي على الشاكي، ولكن أخذنا في درس المنادى نداء ما فيه ال، أنا بحط هذا أو هذه أو أيها أو أيتها. صح. وهي اللي بتعتبر صح. المنادى، واللي بعدها بنقلب اللي بعدها إيه؟ بنقلب اللي بعدها إيه؟ مضافة. لا لا أو بدل. ولا بدل. دي بدل. لا دي مش بدل، دي مش لا بدل. طبعا. احنا اخذنا بدل اساسا. ايه؟ انا انتوا ما اخذنا خدتوش بدل. بدل، انتوا ما خدتوش لسه البدل. بس مش المفروض اللي بيجي بعد هذا ويبقى فيه ألف ولام هذا يبقى بعد بدل. ايها وايتها. بعد ايها وايتها. اذا كانت الكلمه جامده زي فتاه، تمام، جامده مش مشتقه، وهتاخد المشتقات بالتفصيل الترم الثاني. لو كانت جامده فبيعرب يا اما نعت يا اما بدل. بس ده اللي جبنا فيه سيره البدل في المولد. لكن هنا ده بعد هذا، هتاخده في الدرس اللي بعده، في درس النحو الجاي ان شاء الله. قول يا محمد. امتى تكون النعت مرفوع؟ ما احنا لسه قايلين نعت. احنا قلنا نعت. ماشي. الحالة الوحيدة اللي هو هتختلف في الكلمة في إعراب كلمة الشاكي بعد هذا، ده هتاخدوه في الدرس الجاي بتاع النحو. في فرق بين أي هذا وبين هذا الشاكي، أو هذا الولد وأي هذا الولد، أو يا هذا الولد أو يا هذه البنت. تمام. تمام. هنعرفه بالتفصيل في درس النحو تاني عشان ما يحصلش لخبطة. تمام. بس تعرفي ان دايما لما يبقى فيها اللي هو نداء الايه المعرف بال، هذا او هذه او ايها او ايتها، اللي بعدها نعت مرفوع. نعت مرفوع الا اذا
إلا إذا كان المعرف بقال كلمة جامدة، تمام؟ ولما جينا ننادي عليها حطينا أيها أو أيتها، في الحالة دي بيعرف يا إما نعت يا إما بدل، تمام؟ تمام. هسهلها عليكي، هقول لك أنت لما تيجي تقول، لما يقول لك اعربي، اعربي كله نعت مرفوع عشان ما تلخبطيش نفسك، يا ترى دي هتبقى إيه، هي دي البدل ولا مش هي البدل؟ ما تلخبطيش نفسك، اعربي كله نعت إيه؟ نعت مرفوع. لكن لو قالك استخرجي بدل، تمام، بدل لما هناخد درس البدل، لما يقولك استخرجي بدل هتعملي ايه؟ هتدوري على اللي بعد المنادى، ايها او ايتها الجامد، الجامد اللي هو ملوش اصل في الفعل، يعني الشاكي ده اسم فاعل من شكا، تمام، الوالد اسم فاعل من ولد، لكن الفتاة ملهاش، مش مشتقة من حاجة، ملهاش فعل مشتقاها منه، فاهمة ازاي؟ فاهم. تمام، الحمد لله. طيب نكمل، قول يا محمد عايز ايه؟ شايف حاجة؟ مش عايز حاجة؟ طيب كمل، نكمل حل، كمل يا محمد. الغد جنب النبات، مدد تتوقع تأمن، تمام، سفرة الجنة أيان. الجناء الجاني، تمام. يلا يا يا هن، صفات شر الجنات في الأرض، اللي هو المتشائم كثير الشكوى، كثير الشكوى، تمام، وإيه كمان؟ انزل. يخاف الموت قبل وقوعه، أيوه، بيخاف من الموت قبل وقوعه، إيه كمان؟ أو اللي هو يرى القبيح في الأشياء ولا يرى جمالها. ولا يرى جمالها، تمام. طب كملي الباقي، تتوقع قبل الرحيل رحيلة. السؤال جالك قبل كده، أسلوب إيه ووسيلته إيه؟ تتوقع قبل الرحيل رحيلك، اسمه ده أسلوب، أسلوب توكيد، توكيد، تمام، وسيلته تقديم شبه الجملة على المفعول به. تقديم شبه الجملة على المفعول به. ماذا يحدث يا هنا لو اختفى اليأس من حياتنا؟ هنعيش ازاي؟ أنا أعيش في تفاؤل وسعادة. هنعيش في تفاؤل وسعادة، تمام. طيب نكمل يا محمد. المراد يلا. بتاعنا تسجيل، أها، مراد ثقيل خفيف، تمام، جمع إكليل أكاليل وجهة تانية. كمل. لا استنى، ماشي، ما الذي يستنكره الشاعر في الأبيات؟ يستنكر إيه؟ من خوف الإنسان من الموت. مش بس من الموت، بيستنكر من نظرة المتشائم للحياة. هو ايه هنا اللي غرضه يعني ايه، ايه الاستنكار في ايه؟ في نظرة في الابيات كلها بيستنكر الشاعر من المتشائم، نظرته الايه التشاؤمية او نظرته السوداوية للحياة، تمام. طيب يلا يا هنا، إلى ما ترمز كلمتا الشوك والورود في البيت الثاني، يقصد ايه بالشوك والورد؟ الشوك كان مستقبل الحيوان، لا صوتك باد. سمعني كده يعني، يعني لا ده كده الصوت راح خالص. سمعني كده سامعك. بقول الشوك اللي هي مصاعب الحياة، واللي هي الورد اللي هي الحياة. واللي هي الحياة، تمام. والجمال في قوله وترى الشوك في الورود. تعبير يدل على التشاؤم وإنكار، وإنكار التام لجمال الورود طب أو وعبء الجمال. عبء على الحياة ثقيل.
الجمال فيها ايه؟ اللي هو قولي. تصوير المتشائم بالحمل الثقيل. بالعبء والحمل الثقيل، تمام، على الحياة. يا محمد، نفس السؤال اللي كنا بنسأله فوق، أعرب ما تحته خط. يلا. وتر الشوك، أيوة، أعرب الشوك. مفعول به، مفعول به منصوب بنصب الفتحة. تمام، على الحياة ثقيلة، ثقيل، هو عبء على الحياة ثقيل. ايه، عجبني اوي السؤال ده. بس هو مش هينفع مضاف إليه لأنه هنا مرفوع بالضمة، تمام، ماشي، ما هيكون خبر. مش خبر. تعالى جيب الجملة كده من أول. ايه هو؟ هو مبتدأ، مبتدأ مبتدأ. تمام، عبء خبر خبر. تمام، على الحياة، جار ومجرور. ماشي. جار ومجرور دول ليهم موقع؟ ليهم محل يعني إعرابي؟ هو ليه؟ اللي هو ايه بقى؟ على اسم حرف جر بس ملوش إعراب، لكن الحياة اسم مجرور على اسم جره مجرور، بالكسرة. ماشي، تمام، هو اسم مجرور. لا، انا بتكلم في محل ايه؟ ليه محل إعرابي؟ ليه محل إعرابي، اللي هو ايه بقى؟ مش عارف أنا. انت مش واخد بالك ان ده اسمه ايه ده؟ ان كلمة عبء دي كلمة نكرة، صح؟ وبعدها جر ومجرور، يعني شبه جملة. هي شبه الجملة بعد الاسم النكرة بتبقى ايه؟ انا عاجبني السؤال ده ليه؟ انه جايب لك النحو من نحو من السنة اللي فاتت، الإعراب ده من السنة اللي فاتت، لأن عايز أقولك إن الإعراب ده هو إعراب ده. إيه، جاية معاك ولا لسه؟ هتكون نعت؟ أيوة، دي نعت، نعت مرفوع، نعت الإب. هو عبء ثقيل، كلمتين نكرتين مفردتين مذكرتين شبه بعض في كل حاجة، يبقى دي نعت. ودي بتوصف، دي ده بتوصف العبء بانه ثقيل، يبقى دي نعت. نعت المين؟ نعت العبء. وعلى الحياة شبه جملة جاءت بعد اسم نكرة، يبقى دي جار ومجرور في محل رفع نعت. النحو مهم جدا، تبقى واعي للنحو القديم اللي خدناه. تمام، تمام. تمام. اللي بعده، فين؟ والذي نفسه بغير جمال. يا لي هنا، يا هنا، المراد بالوجود هتبقى الحياة ولا البقاء؟ هتبقى هنا بيقول لك المراد مش معناها. تمام، كن جميلا ترى الوجود جميلة. ايه اللي هيشوفه في الوجود جميل؟ ايه يقصد ايه بالوجود هنا؟ صوتك بيخروش. استنى يا محمد، ايه صوتك مش واضح خالص يا هنا.
هنا سامعني؟ انا مش سامعك خالص. محمد انت سامعني؟ انا سامع حضرتك. تمام. طب جاوب انت يا محمد السؤال ده لحد ما هنا تشوف المايك عندها مات. قول يا الغاز محمد. بالوجود، الحياة، الحياة ومعنى داء معنى مرض، مرض مضاد يزول يبقى، يبقى. شمع الشاكي، الشكاة اللي هي الثاني، تمام تاني كلمة، تمام وبغير الجمال بغير جمال، جميل. وجميل بينهم تضاد يوضح المعنى وكده. تمام. الأبيات السابقة تحمل تأكيد ودعوة وحكمة، بتؤكد على إيه وبتدعو لإيه والحكمة في إيه؟ ها ايه انا بس ايه ثانية، الحكمة ان الانسان يكون جميل النفس حتى يرى الحياة كلها جميلة. تمام. ماشي. بس مش عارف اجيب التاني. مش عارف تجيب الباقي. والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الحياة شيئا. مش لا هنا لا يرى في الحياة، اعرف شيئا. شيئا هنا ايه؟ تبقى مس تأكيد أسلوب تأكيد بتقديم الجار والمجرور. تقديم الجار والمجرور، يبقى ده توكيد. آه والدعوة، الدعوة هو بيدعو لحاجة، بيدعو يدعون للتمتع بالحياة، أيوة ما بدأ أي أمر فجمع في الدعوة، أي أمر في ده. تمتع بالصبح ما دمت فيه، التمتع بالحياة بيدعوه، دعوة لليل التمتع بالحياة، ودعوة ليكون جميل، يشوف الدنيا بإيه، بعين التفاؤل، يشوف الدنيا بتفاؤل. تمام تمام. تمام إيه في كيف عرف الحياة. شعر الوجود؟ أها يرى الوجود، يراه جميلا، يرى الوجود جميل. تمام. إيه وما رأيك في ذلك؟ رأيك في أتفق ذلك؟ معه في ذلك. تمام. إيه استخرج من الأبيات أمر ونهي. الأمر تمتع بالصبر، تمام. والنهي إنه لا تخف، لا تخف أن يزول حتى يزول. تمام. إيه فين؟ قدم جمال في واضح. قول الشاعر، كن جميلا ترى الوجود جميلا، أيوة تعبير جميل يؤكد أن الجمال هو جمال النفس والروح. تمام. طيب في أي مشكلة في الدرس ده؟ لا تمام. تمام. طيب دلوقتي باقي الدروس احنا حلينا عباد الرحمن. تمام. فاضل قصة عملنا أثر، كل التدريبات. عاملين كل التدريبات، وقصة أثر ما كناش لسه عملنا التدريبات. مش فاكر بس انا حبيبي كلهم. تعالى نشوف باقي التدريبات. نحللنا الأجزاء دي صح؟ اللي هو الاختيار المتعدد. تعال نحل الأسئلة النموذجية الشاملة لقصة أثر. أموال اقرأ. بطاقة توجد، مضاد احتمت خربت، نفرض مضاد أنقاض نقد واحدة خربت. واحدة هربت. تمام. آه والمراد بطاقة. ما هو مشترك ورا قول يعني لجأت. السؤال الأولاني السؤال الأولاني توجد،
يوجد، تمام. ومفرد أنقاض، نقص نقد، تمام. نقص في مصر، أين تقع الكنيسة المعلقة؟ في مصر، في حي مصر القديمة. تمام. أعلم الدور وجود جمع عمرو بن العاص بجانب الكنيسة المعلقة على الوحدة الوطنية. يدل على الوحدة الوطنية، تمام. لماذا أطلق على الكنيسة المعلقة هذا الاسم؟ لأنها بنيت على برجين من أبراج حصن بابليون. تمام. جمع الخليفة الخلفاء. مذكر أخرى آخر اللي هي الأولى. ايه؟ الحصن هو مكان ثانية ثانية ثانية، مضاد أخرى ايه؟ جمع آخر اللي هي الأولى ذكر أخرى، ماشي. آخر، آخر جمع، أنت قلت لي جمع أخرى، ماشي. نعم. الحسن، الحصن هو المكان نحتمي فيه. تمام. الخليفة العباسي الذي أمر بتجديد الكنيسة المعلقة، الخليفة هارون الرشيد. تميز العصور الإسلامية بالتسامح الديني. دل على ذلك خلال فهمك للموضوع، حيث حي ثانية حيث بنيت الكنيسة المعلقة بجوار مسجد عمرو بن العاص، وتم تجديدها عدة مرات في عهد الخلفاء المسلمين. لا قول تاني. حيث بنيت الكنيسة المعلقة بجوار مسجد عمرو بن العاص، وتم تجديدها عدة مرات في عهد الخلفاء المسلمين. تمام. أعلى طيب. اللجوء إلى المقدسة إلى مصر لأنها بلد الأمن والأمان. تمام. كلمة معناها صور القديسين، صور رجال الدين. صور، ماشي، تمام. مضاد، مندثرة، باقية باقية، صح. كلمة وجمع في نفس الجملة، الكنيسة والكنائس. الكنيسة والكنائس، تمام. للكنيسة المعلقة مكانة كبرى لدى المسيحيين، علل لماذا؟ لأنه تم دفن بها عدد كبير من رجال الدين المسيحي في القرنين الحادي عشر والثاني عشر الميلادي، ولا تزال توجد لهم صور وأيقونات في الكنيسة تضاء لها الشموع. تمام. فين تاني؟ وعلى ما يدل، لا، أذكر في تاريخ قضاء التدارس. العائلة المقدسة عدة سنوات بمصر، حيث أنهم احتموا في مكان الكنيسة المقدسة. تمام. بس أنا عندي وعلى سؤال، اتفضل. هو مش الأو أو هي يعني هم إزاي احتموا في مكان حصن؟ ازاي يحتموا في مكان الحصن؟ يعني مش هي الكنيسة اتبنت على برجين من حصن بابليون، بابليون، فبقى يعني إزاي مش كان في ساعتها حصن؟ هما ازاي احتموا في المكان هم نفسه؟ احتموا في الحصن، احتموا في المكان نفسه، تمام. أنا ما يدل قوله من أقدم الكنائس التي لا تزال باقية في مصر على عراقتها. يدل على عراقتها، تمام. كم بنيت هذه القلعة في عهد سلطان قايتباي؟ مكة، المعنى منار المنارة. المنارة، تمام مضاد القديم الجديد. تمام جمع القلعة قلاع. قلاع، تمام. كم عام استغرق بناء قلعة قايتباي؟ عامين. عامين، لماذا استمر تلاقيم مصر على مر العصور بقلعة قايتباي؟ لأنها من أهم القلاع على البحر المتوسط. تمام. أذكر أسماء بعض الكنائس والقلاع الأخرى الموجودة بمصر. تعرف أسماء لا القلاع؟ طيب. طيب أنت عندك قلعة قايتباي اللي هي اللي في درس عندك، عندك قلعة صلاح الدين، قلعة صلاح الدين في القاهرة يعني، تمام. عندك من أسماء الكنائس في الكنيسة المعلقة في
معي في كنائس تانية زي كنيسة ماري جيرجس أو ماري، مش عارفة ماري إيه، في كنائس كتير بتبدأ بماري اللي هو اسم السيدة ماري، بس أنا معرفش الصراحة غير ماري جيرجس دي اللي أعرفها كأسماء كنائس أخرى موجودة في مصر. تمام، اللي بعده. المراد بحميتها حراسة، تمام، وشحنها المراد أخلاق أخلاقها. مضاد شحنها أخلاها، مفرد حكام حاكم. حاكم. تمام. ما هو مظهر اهتمام حكام مصر بقلعة قايتباي؟ حيث اهتم السلطان قنصوها الغوري بالقلعة اهتماما شديدا، وزاد من حميتها وشحنها بالسلاح والعتاد. تمام، ده مين؟ ده حاكم مصر اللي هو قنصوه الغوري، كان في عهد محمد علي. محمد علي عمل ايه؟ سيف قلعة قايتباي من الداخل، قلعة كبيرة يوجد بها العديد من الأبراج الدائرية. تمام. قبل ما تكمل السؤال اللي بعده، السؤال باء بيقول لك كيف او مظاهر اهتمام حكام مصر بقلعة قايتباي. حكام مصر، انت عندك مظاهر الاهتمام بقلعة قايتباي، عندك بين اول قنصوة الغوري وعندك محمد علي، صح، وعندك مين تاني؟ وكان في حد تاني قبل محمد علي، كان في الخلفاء الراشدين، الخلفاء قصدي لا مش الراشدين، المسلمين. العثمانيين نفسهم، وبعديهم محمد علي. ان العثمانيين حكموا مصر قبل محمد علي، محمد علي كان والي عثماني وبعد كده استفرد بحكم مصر وحكمها هو بعد كده، صح. يبقى دلوقتي احنا قلنا قنصوة الغوري عمل ايه؟ زاد قوة حميتها وشحنها بالسلاح والعتاد. طب العثمانيين عملوا ايه؟ يعني قاموا بالاحتماء بها لا مش قاموا بيها، جعلوا ماشي، استخدموها وجعلوا بها طائف من طوائف. الجند والمشاة والفرسان والمتبعين. تمام، عملوا فيها الجند، عملهم ايه؟ طوائف بين جنود وفرسان ومدفعية ومشاة. طب ومحمد علي عمل ايه؟ جدد قام بتجديد أسوارها أفكارها. أيوة وقام بتقويتها وتزويدها بالمدافع. تمام. دول حكام مصر، دول الناس اللي حكموا مصر وكانوا بيعملوا على إيه؟ على اهتموا يعني اهتموا بالقلعة، وإن هم إيه يعني يحموها، مش يحموها، ده هي اللي بتحميها، إن هم يجددوها وإن هم إيه يعني يبقى فيه عناية، ايه عناية بقى، يحافظوا عليها يعني. بعد كده السؤال الأخير بقى بيقول لك كيف اهتمت لجنة حفظ الآثار العربية بهذه القلعة؟ الاهتمام الأخير ازاي عملت ايه؟ قاموا بالعديد من الإصلاحات وقعت كده في الدرس. الإصلاحات وتكفي أسوار القلعة وطوابقها. تمام، السؤال الجميل اللي بيعجبني ده هو ايه؟ اعرب ما تحته خط. اعرب يا محمد. ولأن القلعة ايوه، مضاف إليه، ان القلعة مضاف اليه ازاي يعني؟ هي ولأن اللام دي اسمها زي سببية يعني، بتذكر السبب بعدها، بس دي أن، تعرف فاكر أن دي بتاعت إيه؟ بس افتكرت دلوقتي. لأن القلعة هنا القلعة أيوه اسم إن أيوه ماله بقى؟ منصوب معناه نصب الفتح. تمام، فقد اهتم بها سلاطين وحكام مصر. سلاطين، اهتم بها
هنا السلاطين لسه تكون فاعل فاعل. تمام مرفوع علامة رفع الضم. تمام ففي تحفة. العصر المملوكي أيوة المملوكي. العصر المملوكي هنا نعت للعصر أيوة نعت صح تمام. مجرور. تمام أي نعت نعم مجرور من جر الكسرة تمام. بالقلعة اهتماما شديدا. اهتم سلطان قصور الغور بالقلعة اهتماما شديدا. اهتماما. مفعول مطلق أيوة منصوب على. منصوب وعلامة نصبه الفتحة. تمام برافو عليك. يلا نحل الفقرة دي كمان، يبقى كده خلصنا الدرس ده. طوائف المرادف يعني الكثير من الجند. طوائف. ماذا يريد بكلمة طوائف؟ مجموعة من الجند شان جماعات. جماعة أو مجموعة أو جماعة. تمام طوائف يعني جماعات، جماعات من الجنود وجماعات من المشاة وهكذا. مضاد تقويتها أها هتكون ضعفها إضعافها. ضعفها. تمام الفرسان المفرد الفارس. مفرد كيف سلطان. استفاد العثمانيون من قلعة قايتباي؟ اها استخدموها لحمايتهم وجعلوا بها العديد من الطوائف والجنود. تمام. واين في في عهد من بنيت هذه القلعة؟ ايوه قنصوة الغوري. لا صور الغوري أول من اهتم بيها، اهتم بتجديدها واهتم بحمايتها، لكن أول واحد السلطان قايد باي صح. السلطان قايتباي. تمام اكتسب. كمل. وبنيت على شاطئ الإسكندرية. على شاطئ ايه؟ على ساحل البحر في الإسكندرية. تمام اكتسبت قلعة قايتباي شهرة عالمية لأنها توجد على البحر المتوسط. تمام واستدل على ذلك ان هي مش بس مبنيه على البحر، لا ده هي الان في عصر الحالي بقت ايه، بقت اسمه ايه، مظهر سياحي او مزار سياحي بيفد اليه الايه السياح من كل انحاء العالم. تمام طيب في ايه تاني واقف، في اي حاجة واقفة معاك في اي درس واخداه لحد النهاردة يا محمد؟ كله تمام؟ في تمام سؤال بتاع النحو يا مس اللي هو في السؤال درس بتاع النوم. النحو. انا بص يا محمد، هو صفحة كام عندك في الكتاب؟ صفحة 177. 177. ما جيناش. بص يا محمد، في اللغة العربية هي راحت فين؟ رقم 14 صح؟ بص في النحو في اللغة العربية هي الاتنين دول صح، الاتنين دول علامتهم أصلية. ليه بقى؟ ليه بنقول أصوات؟ هتلاقي عندك في اسمه كتاب الملحق بتاع الإجابات، هتلاقيه كاتب لك شهداء الوطن. هي اللي إيه؟ شهداء الوطن هي اللي إيه؟ هي اللي منصوبة بعلامة أصلية. تمام؟ وده ممكن اللي ناخد بيه يعني. لكن أصوات الحق برضو معربة بعلامة أصلية، هتبقى منصوبة بالفتحة مش بالكسرة. ليه؟ عندنا لما بنقول تعرفنا، لما بنيجي نتكلم على جمع المؤنث السالم تمام، بيكون ايه، بيكون بزيادة ألف وتاء على الأصل. يعني ايه على المفرد؟ سوري، يعني ايه بزيادة ألف وتاء على المفرد؟ يعني
يعني الألف والتاء الاتنين زيادة أنا اللي بحطهم، يعني لما بقول معلم أقول معلمات أنا اللي بحط الألف والتاء، تلميذ تلميذات أنا اللي بحط الألف والتاء، لكن هنا صوت بقول إيه؟ بقول أصوات. إيه ده؟ الألف اللي جاية في الأول دي إيه؟ والألف دي إيه؟ لكن التاء أصلية، التاء موجودة في الكلمة أصلاً. عندك أصوات، عندك أموات، عندك بنات، التاء موجودة، أنا بضيف بس الألف، بحط الألف وبس، فالتاء هنا ليست زائدة، التاء هنا أصلية، عشان كده بقول إن هي إيه؟ إن كلمة أصوات، كلمة أموات، كلمة بنات، الثلاث كلمات دول إيه؟ دي جمع تكسير وليست جمع مؤنث ثالث، ولو هي جمع تكسير هتنصب بفتحة ظاهرة، يعني علامة أصلية. الاتنين علامات أصلية. هتبص في كتاب في الجزء بتاع الإجابات هيقول لك يا شهداء الوطن، هي الإيه؟ هي الأصلية، لكن مش هيعتبر لك إن أصوات دي جمع، هيعتبرها إن هي جمع مؤنث سالم، وده غلط للأسف، إن ده غلط. تمام. تمام، فهمت الفكرة إيه؟ بس كده. طب أي حاجة تانية كمان في المنادة واقفة معاك؟ لا تمام. الدنيا كويسة؟ احنا حلينا كله برضه صح؟ انا كل تمام. تمام، الحصة الجاية إن شاء الله هناخد البدل. تمام، طب احنا كده حصتنا خلصت. تمام. انت عندك الحصة اللي بعد كده؟